السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو ده عن شابتر مهم جدا سواء نظر او كلينيكال، وهو الابدومينال هيرنيا. وعشان ما نتوهش في نص الشابتر هنعمله فريم بسيط هنمشي عليه واحنا بنشرح الدرس. اول حاجة هنعمل انترودكشن للديفينيشن بتاع الهيرنيا والانواع التانية غير الابدومينال. بعد كده هنخش في الابدومينال وهندي شوية جنرال برينسيبلز عنها، سواء اناتومي كلاسيفيكيشنز وحاجات مشتركة بين كل الهرنيات زي الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز والتريتمنت وهكذا. وبعد كده هناخد كل هرنية على حدة بنفس الترتيب اللي جوه الفريم، وهناخد المميز في كل هرنية، وده هيسهل علينا تذكر تفاصيل درس الهرنية جدا. What is a hernia? Hernia معناها protrusion of an organ or a part of organ through a defect in its cavity. معظم الأورجانز الموجودة في الجسم موجودة جوه cavities. أي defect يحصل في الكافيتي ده مع زيادة في البريشر جوه الكافيتي، الكونتنت اللي جوه الكافيتي بيبدأ يطلع منه. الحدث ده اسمه هيرنيا. والموست كومون تايب من الهيرنيا هي الأبدومينال هيرنيا. طب هل في أنواع تانية؟ في أنواع تانية. عندنا برين هيرنيا، ممكن البرين هيرنيات من فورام الماجنم أو حتى ممكن يكون جوه البرين نفسه. عندنا بالموناري هيرنيا، كنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا سيبسونز فاشيا عند الايبكس بتاع اللنج، لو حصل فيها ويكنس او انجري ممكن يحصل فيها هيرنيا من اللنج. كمان ممكن يحصل هيرنيا في المصل، لو حصل ويكنس او انجري في الشيس اللي مغطي المصل، المصل فايبرز بتبلج لبره. لو احنا كنا فاكرين كنا حتى قلنا في الكومبارتمنت سندروم لما بنعمل فاسيوتومي المصل بتبلج لبره لانها بتبقى اندر تنشن. نرجع بقى تاني للموضوع الرئيسي بتاعنا وهو الابدومينال هيرنيا. الابدومينال هيرنيا ممكن نقسمها الانترنال هيرنيا واكسترنال هيرنيا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان الانترنال هيرنيا هيرنيا داخل الجسم مش بتتشاف من بره، لكن الاكسترنال هيرنيا بتمانيفست از سويلنج، ممكن تشوفه بعينيك وممكن تعمله بالبيشن. امثله على الانترنال هيرنيا زي الدفراجماتيك هيرنيا، باراديودينال، باراكوليك، او هيرنيا ثرو فورامين اوف وينسلو. ايه انواع الهيرنياز دي؟ تعالوا نشوفهم بالتفصيل. دي عندنا صوره للاندر سيرفيس بتاع الدافرام. المفروض الدافرام فيه 3 ميجور اوبننجز، opening للأورطة، opening للأسوفيجس، opening للإنفيرور فينا كيف. طب إيه اللي ممكن يحصل لو حصل مشكلة في الديفلوبمنت بتاع الدايفرام ونتج عن ده وجود openings أو defects في الدايفرام؟ هينتج عن ده إن الأبدومينال فيسرا هتبدأ تطلع في الشيست، وبنسميها congenital diaphragmatic hernia، ودي هنتعرض لها بالتفصيل هناك في البيدياتريكس. قلنا إن هي من أهم أسباب respiratory distress والعلاج بتاعها بيبقى urgent. ده أول نوع من الدايفراجماتيك هيرنيا. في نوع تاني كمان مشهور وهو الهيتال هيرنيا، وده نوع بيجي في الأدلت بعد سن 40 أو 50 سنة، بيبدأ يحصل ويكنس في المصل فايبرز مع أوبيزتي أو بريجنانسي أو أي سبب يزود الانتر أبدومينال بريشر، بيبدأ الأبر بورشن بتاع الاستومك يطلع في الشيست، وبيسمى ده الهيتال هيرني. ده أول مثال على الانترنال أبدومينال هيرني. بعد كده عندنا نوع مهم برضو من الانترنال أبدومينال هيرنيا وهو الباراديودينال. ألونج الانتستين سواء السمول أو اللارج انتستين بيبقى فيه ريسيسز من البريتونية. الريسيسز دي ساعات بيخش فيها لوبس من الانتستين تعمل لنا انترنال ابدومينال هيرنيا. وزي ما بيحصل ده باراديودينال وسميناها باراديودينال هيرنيا، ممكن يحصل جنب الكولون وبنسميها باراكوليك هيرنيا. النوع اللي بعد كده نوع رير جدا، لكنه بيعتمد ان انت تبقى عارف الاناتوم بتاعت البريتونيه. لو احنا فاكرين كنا قلنا ان احنا عندنا تو كافيتيز جوه البريتونيه، ليسر ساك وجريتر ساك. الليسر ساك كان موجود ورا المعده والليسر رومنتو، وكنا قلنا ان في كونكشن بينه وبين الجريتر ساك، وكنا سميناها فورامين اوف وينسلو او الاومنتال فورامين او الابيبلويك فورامين. وقلنا ان الفورامين ده ممكن جدا من خلاله لوبس من الانتستين او الكولون تخش جواه ويحصل عندنا انترنال هيرنيا، وسميناها هيرنيا ثرو فورامين اوف وينسلو. يبقى نرجع تاني للابدومينال هيرنيا. قلنا عندنا انترنال واكسترنال. الانترنال جوه الجسم مش بتتشاف، ومثال على كده دايفراجماتيك، باراديودينال، باراكوليك او هيرنيا ثرو فورامين اوف وينسلو. طيب بالنسبه للاكسترنال which is far more common، الاكسترنال هنعملها زي تقسيمه كده على حسب المكان، هي انتيريور ولا بوستيريور ولا انفيريور. الانتيريور هناخدها من فوق لتحت، عندنا زي ابيجاستريك، امبليكال، بارا امبليكال، سبيجيليان، انجوينال، اوبتيوريتور، فيمورال اند انسيجنال. وبالمناسبه الانسيجنال موجوده في كل انواع الاكسترنال ابدومينال هيرني. بعد كده عندنا البوستيريور زي لامبر، جلوتيال، سياتيك وبرضو انسيجنال. الانفيريور ممكن تحصل في البرينيوم وبنسميها برينيال هيرنيا، وكذلك برضو معنا الانسيجنال. تعالوا نبص عليهم من خلال الدياجرام هيسهل لنا حفظ الاماكن بتاعتهم جدا.
دي انواع واماكن الانتيريور اكسترنال ابدومينال هيرنيا. هناخدها من فوق لتحت. قلنا عندنا ايبيجاستريك، موجوده في الايبيجاستريك ريجون. في عندنا امبليكال هيرنيا، عندنا سبيجيليان هيرنيا، عندنا انجوينال هيرنيا سواء الدايركت او اندايركت انجوينال هيرنيا، وعندنا فيمورال هيرنيا، وعندنا اوبتيوريتور هيرنيا. دي انواع الانتيريور اكسترنال ابدومينال هيرنيا. طب بالنسبه للبوستيريور، عندنا لامبر هيرنيا بتعدي من لامبر ترينجلز، هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين. عندنا جلوتيال هيرنيا بتعدي من الجريتر ساتيك فورامن، وساتيك هيرنيا بتعدي من الليسر ساتيك فورامن. وزي ما قلنا عندنا نوع نادر جدا وهو البيرينيال هيرنيا، بتحصل بشكل رئيسي في الفيميلز وبالذات الجراند مالتي بارا اللي بيحصل لها مالتيبل بريجننسيز اند مالتيبل ليبر. وما ننساش النوع الانسيجنال اللي بيجي سواء انتيريور او بوستيريور او انفيريور.